بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كالعادة بالحصيلة اليومية للترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى الساعة الرابعة ليومه السبت 9 ماي 2020. فخلال هذا 24 ساعة أكدت لنا مختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري والتأكيد الحالة المحتمل إصابتها، أكدت هذه المختبرات ما مجموعه 199 حالة إضافية جديدة مؤكدة مخبريا، ليصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء هو 5910 ديال الحالات. هاد الحالات سجلت أو سجل جلها بكل من جهات فاس مكناس بالدرجة الأولى، ثم جهتي مراكش أسفي وطنجة تطوان الحسيمة بدرجة أقل، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهة الدار البيضاء سطات، وتأتي بعد ذلك جهات أخرى هي بني ملال خنيفرة وسوس ماسة والجهة الشرقية. تظل بطبيعة الحال جهتي العيون الساقية الحمراء والضخلة والذهب بدون حالات جديدة وبدون حالات متكفل بها، وقلميم ودنون لم تسجل أي حالة إضافية. ويبقى التوزيع الجغرافي ما دمنا بصدد الحديد عن التوزيع الجغرافي لإجمالي الحالات المسجلة منذ بداية الوباء، تبقى جهة الدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة من الحالات بما يقارب 27%، تليها جهة مراكش آسفي، وبدرجة أقل جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، ثم بعد ذلك وبدرجة أقل جهتي درعة فيلالت وجهة الرباط سلا القنيطرة. الحالات لازمنا نكتشفها في مرحلة مبكرة لأننا نكتشف جلها وبالضبط بنسبة 82% فيما يخص هذا 24 ساعة. 82% من الحالات الجديدة اللي عددها أذكر 199 تم اكتشافها في إطار العملية ديال التتبع الصحي للمخالطين. هذه العملية التي شملت منذ بداية الوباء أكثر من 34 ألف مخالط، 9017 منهم لا زالوا تحت المراقبة الطبية والعزل الطبي. بالموازاة مع هذه الحالات المؤكدة، فقد استبعدت المختبرات جراء نتائج سلبية للتحاليل التي أجريت، استبعدت هذه المختبرات ما مجموعه 2989 ديال الحالات، ليصبح الإجمالي ديال الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء بعد أن كان محتمل إصابتها بالمرض، أصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 57149. فيما يخص الوفيات، لم نسجل بحمد الله خلال هذه 24 ساعة أي حالة وفاة جديدة، ويبقى العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بكوفيد 19 منذ بداية الوباء ببلادنا 186 حالة، وتصبح النسبة المئوية للإماتة في إلى حينه 3.1%. بالنسبة لعدد حالات التعافي، فقد وصلت خلال هذه 24 ساعة عدد الحالات الجديدة ديال التعافي 137 حالة، ليصبح إجمالي
حالات شفاء منذ بداية الوباء 2461، ولتستمر النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع حيث بلغت اليوم 41.6%. كذلك في إطار التفاعل مع بعض الأسئلة التي ترد علينا وبعض طلبات ديال التوضيحات حول السن، فإننا بالفعل لازلنا نسجل انخفاضا في معدل السن. فبالنسبة للحالات المتكفل بها حاليا فمعدل العمر هو 35 سنة، وبالنسبة للتوزيع حسب الجنس فالحالات المتكفل بها حاليا 53% ذكور و 47% نساء. كذلك بعض الطلبات جاءت تخص الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم، فنفس الملاحظة لازلنا نسجل انخفاضا مستمرا للحالات التي يتم التكفل بها وهي في وضعية صحية متقدمة أو حرجة، بحيث أنه الحالات المتكفل بها حاليا وهي في هذه الوضعية لا تمثل سوى 2%، فيما الحالات التي هي متكفل بها بدون أن تكون لديها أعراض مرض أو لديها أعراض بسيطة تشكل نسبة 89%، مع الإشارة إلى أننا لازلنا نكتشف عددا كبيرا من الحالات ضمن بؤر سواء مهنية أو عائلية، وهذا ما يجعل أنه عدد الحالات الجديدة لا زال يراوح مكانه ولا زال لم يبدأ في الانخفاض الملموس الذي نأمله. فإذا كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد 19 ببلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.